الأمور هنا لا زالت هادئة، هناك تواجد كبير لوسائل الإعلام الإسرائيلية حتى والأجنبية والعربية التي تغطي الأحداث بشكل يومي وبشكل مستمر في منطقة باب العمود. وأيضا يعني ننتظر لربما خلال الدقائق القادمة إن كان سيخرج أحد الفلسطينيين أو المستوطنين وسيقوم لربما إحداث حالة من الإرباك هنا في منطقة ساحة باب العمود، وهذا طبعا سيؤدي إلى توتر الأوضاع بصورة أكبر، ويعني سيدفع ذلك إلى مزيد من الاشتباكات والأحداث التي شاهدناها يوم أمس، وكيف تم الاعتداء على النسوة والاعتداء على الأطفال والفتيات الفلسطينية. ربما ضياء دعني فقط أشير وهذه الكمية الكبيرة نلاحظها نعم في الصورة منى لعناصر شرطة حرس الحدود الإسرائيلية المتواجدة عند هذا الشارع، شارع المؤدي إلى باب العمود. هناك تحركات وهناك أيضا لربما تقييمات، وهناك أيضا عناصر من الشرطة الخاصة ووحدات من المستعربين يقفون على مقربة من الشبان الفلسطينيين. يعني نتنياهو هذا اليوم فعليا منى عندما قال